يقول: البدع عند القبور تحدث من كثير من المسلمين فضيلة الشيخ، لعل لكم توجيه. نعم، البدع تحدث عند القبور، بل الشرك يحدث عند القبور من بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك إما بسبب الجهل وقلة من يعلمهم ويذكرهم، وإما لسوء العقيدة. فعلى كل حال هذا أمر لا يجوز، الابتداع عند القبور، ولا الاستغاثة بالأموات، ولا الذبح للقبور أو النذر أو غير ذلك من أنواع العبادة. كل هذه شركيات أو بدع محدثة. والمشروع في القبور أن تزار للاعتبار والتذكر الآخرة، وأن يسلم على الأموات ويدعى لهم بالمغفرة والرحمة. هذا هو المشروع عند القبور. وأن تصان عن الامتهان، لأن تمنع من الامتهان والتطرق ومشي الدواب عليها وإلقاء القاذورات عليها، تصان عن ذلك، لأنها قبور مسلمين، مساكن مسلمين، فتحترم من الامتهان، ولكن لا يغلى فيها وتعظم ويعتقد في أصحابها أنهم ينفعون أو يضرون، بل هم بحاجة إلى الأحياء أن يدعوا لهم يتصدقوا عنهم. وأما الأموات فقد انتهى عملهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالميت بحاجة إلى الأحياء أن يدعو له، يستغفروا له ويتصدقوا عنه ويحجوا ويعتمروا عنه، هذا ينفعه بإذن الله. وأما أن الحي هو المحتاج إلى الميت فهذا عكس الشرع وعكس الفطرة. نعم.